هدف تنوير ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة بأنشطة المعرض الاستثماري الأوروبي الإفريقي في نسخته الخامسة التي تحتضنها العاصمة نجمينا في 9 ديسمبر المقبل. جاء هذا اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة المنظمة له بهؤلاء الصحفيين بقاعة الاجتماعات لغرفة التجارة الصناعة والمعادن. وقد أكدت في البدء صاحبة فكرة هذا المعرض سولانج دوماي بأن هذه التظاهرة الدولية تصحبها العديد من الأنشطة، ويشارك فيها عدد من الخبراء من خارج البلاد وداخلها، من بينها مؤتمرات نقاشية تدور حول مسألة الاستثمار في المجال الزراعي ومجالات حيوية أخرى. أما رئيس غرفة التجارة الصناعة والمعادن أمير الدودو أرتين فقد تناول هو الآخر أهمية تنظيم هذا المعرض. بالنسبة معرض حنا الاستثمار وحنا بدل الأفكار، والشيء ده يعني شيء مهم لنا أننا كان تجار بالعلاقة اللي نقدر نسوها مع المهندسين حنا البلاد اللي عندهم الفكرة زيادة من حقتنا، يعني نتهنوا ده تكون لنا فرصة لأخواننا الدقاق وللتجار القاعدين في الثروة الحيوانية يكونوا حاضرين ويستفيدوا من المعرض ده. كما دعا أمير الدودو أرتين جميع رجال الأعمال التشاديين للمشاركة في هذا المعرض بغية الاستثمار في المجال الزراعي ودعم هذه الفكرة التي وصفها بالمهمة.